اهلا بحضراتكم من جديد. انجاز جديد وبطوله جديده تضاف الى بطولات او دولاب بطولات النادي الاهلي. يعني الحقيقه 26 دوري على التوالي، اللقب ال 37 في تاريخ النادي الاهلي، يمكن للجهاز الفني الموجود 20 بطوله. ده لحظات التتويج طبعا على الشاشه من ارض الملعب، واللاعبات يحتفلنا طبعا بحصولهم على بطوله الدرع او بطوله الدوري العام 2021. وشفنا من لحظات كان كمان التسليم بالاجراءات الاحترازيه اللي بيتبعها الاتحاد، بدون طبعا باجراء التباعد، والتسليم كان في المسؤول كابتن نهله سامح كابتن الفريق الكابتان، واحد انجح كباتن الفرقه على الاطلاق، يعني اللي جم على الفريق شروق فؤاد نجمه الفريق وصناعه الالعاب، طبعا فريد العسقلاني اللي مع منتخب الشاطئيه وجت عشان تشارك زميلتها الفوز. كابتن ممدوح، يمكن لحظات جميله، هي دي اللحظه بقى اللي بيبقى اللاعب او اللعيبه مستنيها. هو ده الارشيف للنادي الاهلي واللاعبات. عندنا كابتن ندى ايمن ايام ما كانت بتلعب 11 دوري النهارده، فعلا بتفتكر وقاعدين بنفتكر سوا البطولات اللي خدناها وكسبناها. مبروك للاعبات، مبروك لحمد الصافي، اثار نقطه مهمه جدا النهارده. وحضرتك قبل ما نطلع على الهواء قلت ان النادي الاهلي بيلعب تملي على البطوله، ملوش دعوه مين ياخد تاني مين ياخد تالت، احنا بعاد. مش فعلا نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتها وتفضلت وقلت النادي الاهلي كبير كبير بسلوكياته باخلاقياته. بنشكر النهارده الحكمتين كابتن تغريد خطاب ونجلاء طلعت، كانوا مميزتين فعلا. تغريد خطاب بتثبت كل مره وبتزداد خبره، مبروك ليها. تنظيم النادي الاهلي للماتش مبروك للمنظمين. الاتحاد المصري بكره الدكتور سامح حمدي في اجواء مريم متولي. كابتن صحيح مريم متولي، مريم متولي ليها قصه غريبه ان هي عندها 12 سنه سجلتها تحت 16 سنه عشان تلعب في الفريق الاول، يعني 12 سنه بتلعب، وخدت احسن لعيبه في افريقيا بعديها بسنه على طول، فمن اللاعبات المميزات، والنهارده عندها خبره كبيره. مريم متولي طبعا فعلا لعيبه كويسه جدا، في الكادر حاجه تشرف يعني مريم متولي الحقيقه. دي حقيقه. وكمان ندى خلينا نتكلم برضو يعني وجود لاعبات المنتخب الشاطئيه فريد العسقلاني ودعاء الغباشي، وجودهم النهارده في التتويج برضو. طب خلينا